بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: الحديث الخمسون عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فباب نتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لا أحصي عليه، لا أحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو الحديث الخمسون من الأحاديث التي جمعها الإمام ابن رجب وأكمل بها عدد الخمسين حديثا بعدما جمعه الإمام النووي، وهو حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فباب نتمسك به جامع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. والحديث أخرجه الإمام أحمد وقد صححه بعض أهل العلم كابن حبان والحاكم وغيرهم. وهذا الحديث من الأحاديث التي تدل بها أهل العلم على فضل الذكر، وأنه أفضل الأعمال بعد الواجبات. وهذا أيضا من ضمن الأحاديث التي كانت أو كان منشأها سؤال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن هذا الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي. وهذه مقدمة للسؤال، وهذا أيضا من فقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قد ذكرنا في دروس الماضية من الأمثلة والشواهد على فقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بعد نظرهم وفهمهم للدين. قال: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي. شرائع الإسلام هي الشعب التي شرعها الله عز وجل للمسلمين، ويدخل تحت الشرائع كل ما رضيه الله عز وجل لهذه الأمة دينا من سائر الشعب الواجبة والمستحبة. ولهذا فالمشروع عند أهل العلم ينقسم إلى قسمين: إلى واجب وإلى مستحب. إلى واجب وإلى مستحب. فالواجب هو ما أوجبه الله عز وجل ويؤجر فاعله ويعاقب تاركه، والمستحب ما يؤجر فاعله ولا يعاقب تاركه. والقسمان يدخلان تحت المشروع. ولهذا ذكر هذا الصحابي أن هذه الشرائع والشعب أنها كثيرة، وهذا من عظمة هذا الدين، فإن هذا الدين اشتمل على كثير من أعمال البر التي من تأملها علم كثرة هذه الشرائع والشعب، ولو تأمل المتأمل حاله منها أدرك تقصيره وضعفه عن هذا الدين. ولهذا كان بعض أهل العلم يحب أن يعمل بكل ما شرعه الله عز وجل من الشرائع ولو مرة واحدة،
وهذا في المستحب، وأما الواجب فلا بد منه، فإن الشعب المستحبة كثيرة جدا. ولهذا كان يحب بعض أهل العلم أن يعمل بالشعبة المستحبة ولو مرة واحدة، مثل إماطة الأذى عن الطريق وسائر الأعمال الأخرى التي قد يغفل عنها الناس. فالشرائع والشعب كثيرة جدا وهي متنوعة بحسب أحوال الناس، وبحسب أيضا أجزاء البدن، فمنها ما يقوم بالقلب، منها ما يقوم باللسان، منها ما يقوم بالنظر، تفكر في مخلوقات الله عز وجل كالنظر في آيات الله الكونية، ومنها ما يقوم بالسماع وذارحة الأذن كسماع القرآن، منها ما يقوم باللسان، ومنها ما يقوم باليد والقدم، ومنها ما يقوم بالمال، ومنها ما يقوم بالولد كالتربية والوصية لهم بتقوى الله عز وجل. وكذلك هي أيضا متنوعة بحسب أوقات الليل والنهار، فمنها ما هو مشروع في الليل، منها ما هو مشروع في النهار، وأيضا العبادات التي تكون في الليل منها ما هو موقت بوقت لا يجوز أن يتجاوز العامل هذا الوقت في صلاة العشاء، وكذلك الوتر فإنه مؤقت بأن يكون في الليل وله أوقات فاضلة كآخر الليل، وكذلك منها ما هو مؤقت بالنهار في أول النهار أو في وسطه أو في آخره صلوات الخمس. ومن العبادات ما هو متعلق بالأحوال، أحوال الناس، يتقلب الناس بين الغنى والفقر وبين اليسر والعسر، فإنه لكل حال يمر بها الإنسان عبادة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب الله لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء سكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فبين أن هذا اليسر أن الله شرع له عبادة، وفي حال العسر أن الله شرع له عبادة. وهكذا فإن الإنسان في كل أحواله وفي كل أوقاته تشرع له من الأعمال الصالحة، يشرع له من الأعمال الصالحة ما يتقرب بها إلى الله عز وجل. ولهذا لما أدرك أهل العلم هذه الحقيقة قالوا: ما ابتدع أحد بدعة إلا ترك من السنة مثلها، لأنه ما ليس هناك وقت للبدعة، الأوقات كلها في الليل والنهار من أراد العمل فيها يجد فيها من الأعمال ما شرع له. فإذا نهي عن الصلاة في وقت من الأوقات فإنه يشرع له الذكر، وإذا منع من عبادة في وقت فإنه يشرع له عبادة أخرى، وإذا عجز عن عبادة شرعت له عبادة أخرى كعبادة الفقراء في النفقة بالذكر كما تقدم. وهذا من عظمة هذا الدين. فلما أدرك هذا الصحابي هذا الأمر وأن الشرائع عظيمة وأنها كثيرة ومتنوعة، وقال: إن شرائع الإسلام كثرت عليه، لأنها كثيرة ومتنوعة، ويخشى على نفسه التقصير فيها، ثم طلب أن يوجهه إلى باب جامع. قال: فباب نتمسك به جامع، يعني أرشدنا إلى باب نتمسك به يكون جامعا لهذه الشرائع. وهذا من الفقه. والمقصود بالباب هو ما يجمع غيره من الأعمال، وهذا مما يدل على أن الدين له أصول وفروع، وهناك أبواب عظيمة ويندرج تحتها ما يندرج من الشعب.
قال باب نتمسك به. أي نعمل به ونتمسك به لنؤدي هذه الشرائع. ثم وصفه بأنه باب جامع، أي أنه يجمع أبواب الخير، وهذا من فقهه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، فأرشده إلى الذكر. والمقصود بقوله لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله كثرة الذكر، وأن الذاكر بالنسبة للذكر كالذي بل لسانه بالماء فلا يكاد أن يجف حتى يجدد البلل والرطوبة. ومعلوم سرعة جفاف الجوارح، فإذا كان كذلك دل على أن الإنسان ينبغي له أن يداوم الذكر حتى لا يكاد يغفل عن هذا الذكر في مدة جفاف الجوارح حتى يرطب لسانه ويعطر لسانه بذكر الله عز وجل. رطبا من ذكر الله أي بذكرك لله. وهذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما جمع مع السؤال فإنه يدل على أن هذا الباب جامع من أبواب الخير، لأن السائل سأل عن هذا الأمر، ولهذا السؤال يقرن بالإجابة، فهذه إجابة من سأل عن باب جامع يتمسك به، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الذكر. ومن هنا أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث أن الذكر هو أفضل الأعمال، أعمال البر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجه إليه. وذكر الله عز وجل هو من أعمال البر العظيمة، وله أحكام كثيرة جمع العلماء فيه كتبا مستقلة، وأذكر بعض ما تيسر من أحكام الذكر، وأبدأ بتعريفه. فالذكر إذا ما أطلق فالمقصود به ذكر الله، فالمقصود به ذكر الله، وهو في الشرع ذكر الله عز وجل بما شرع لعباده، ذكر الله عز وجل بما شرع لعباده أن يذكروه به، وله معنى عام ومعنى خاص. فالمعنى العام تدخل فيه سائر العبادات، فإن كل العبادات هي من ذكر الله، كما قال الله عز وجل: فأقم الصلاة لذكري. فإقامة الصلاة لذكر الله، والجهاد أقيم لذكر الله، والزكاة لذكر الله، وسائر العبادات هي لذكر الله. ولهذا يدخل في الخطاب في قول الله عز وجل: فاذكروني أذكركم، سائر العبادات، أي من ذكر الله عز وجل بعبادة من العبادات فهي من ذكر الله. وكذلك يدخل في نسيان الله عز وجل والشرع التفريط في العبادات، كما قال الله عز وجل: نسوا الله فنسيهم، أي نسوا ذكر الله وعبادة الله، فنسيهم أي تركهم، والنسيان هنا بمعنى الترك. فالذكر بمعنى العام تدخل في سائر العبادات. وأما المعنى الخاص فهو ذكر الله باللسان، وهو عمل اللسان لما شرع الله عز وجل من التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل. والذكر المشروع هو ما شرعه الله عز وجل لعباده. وقوام الذكر على هذه الكلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله والله أكبر،
وقد وردت فيها في هذه الكلمات الكثير من الأحاديث. قد ورد في بعضها أن أفضل الكلام بعد كلام الله أن غراس الجنة، وأنها تجزئ العاجز في صلاته عن العاجز عن القراءة في الصلاة، وأنها أفضل وأحب إلى الله مما طلعت عليه الشمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تكاد الأذكار الشرعية تخرج عن هذه الكلمة إلا في بعض الأحوال الخاصة كالذكر عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون. وأما عامة الأذكار فهي لا تكاد تخرج عن التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة. وقد يجمع بينها في بعض المواطن ويفرق بينها، وقد يأتي في بعض الصيغ زيادة على هذه الكلمات لكنها ترجع إليها، فإن التسبيح له صيغ كثيرة والتحميد له صيغ كثيرة، التكبير أيضا له صيغ. وقد تقدم في بعض الدروس معاني هذه الكلمات، وأن منها ما هو مشتمل على التنزيه كالتسبيح، ومنها ما هو مشتمل على التعظيم كالتكبير، ومنها ما هو مشتمل على الثناء والحمد وإثبات المحامد لله عز وجل كالتحميد، ومنها ما هو مشتمل على إفراد الله بالألوهية كالتهليل. وهذه المعاني هي أعظم ما ذكر الله عز وجل به، لأنه إذا ثبت تنزيه الله عز وجل عن النقص وإثبات المحامد لله وإفراد الله بالربوبية والألوهية واعتراف المخلوق بعجزه وأنه لا حول ولا قوة له إلا بالله، فقد أثنى على الله عز وجل بما هو مستحق له من هذه الأبواب العظيمة. والذكر باب توقيفي لا يجوز أن يحدث فيه شيء جديد، بل يجب الالتزام بالنص وبما ورد. ومما يدل على دقة هذا الباب أن رجلا قال في ذكر النوم آمنت برسولك الذي أرسلت، والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بنبيك الذي أرسلت. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرجل آمنت برسولك الذي أرسلت، قال بل بنبيك الذي أرسلت. هذا دليل على دقة هذا الباب، وهذا الباب توقيفي لا يجوز أن تحدث فيه ألفاظ جديدة، وإنما يلتزم فيه بالنص. وهناك فرق بين الدعاء وبين الذكر. الدعاء بابه أوسع، فإن للإنسان أن يدعو بما ورد وبغيره مما لم يرد بشروط أيضا، أن لا يكون في اعتدال، لا يكون في قطيعة رحم. ولهذا لما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم أما إني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ، فلما سأله قال أسأل الله الجنة استعيذه من النار، قال حولها ندندن، بخلاف باب الذكر فما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم لمن أخطأ في اللفظ. ومن هنا ينبغي التنبه لهذا الباب، فإن بعض الناس يحدث فيه في هذا الباب ما ليس منه. ومما أحدث في هذا الباب ذكر الله عز وجل بالاسم المجرد عن كل شيء، كقول من يقول الله الله الله، هذا ليس بذكر، ولم يرد في النصوص أن يذكر الله عز وجل بهذا. وهذه عندما يذكر اسم الله عز وجل محتمل للذكر، محتمل للدعاء، محتمل لأشياء أخرى. فالذكر لا بد أن يتضمن معنى التعظيم التسبيح أو التكبير،
وأيضا من البدع المحدثة في هذا ذكر الله بالضمير، فقول من يقول هو ويزعم من يزعم أنه ينزه الله عز وجل بأن يذكر اسمه وإنما يذكر الضمير، وهذا من تلبيس الشيطان على هؤلاء. فالذكر المشروع هو ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مما أحدث في هذا الباب أن تحدث ألفاظ جديدة، فأن يقال الله أعظم الله أعظم الله أعظم، أو الله أجل الله أجل، هذا غير مشروع. بعض الناس لا يفرق بين العبادة وبين ما يثبت أنه حق. نعم الله أجل والله أعظم، ولكن هنا باب توقيفي وهو باب العباد، والناس يدركون الانحراف في هذا الباب في حق مثلا من كبر للصلاة وقال الله أعظم، فبإجماع العلماء أنه لا يمكن أن يحقق التكبير الذي يدخل به في الصلاة بقوله الله أعظم، مع أن الله أعظم الله أجل، ولكن هذا باب توقيفي. فلا يجوز لإنسان أن يذكر الله يقول الله أعظم الله أجل، وإنما يذكر الله عز وجل بما ورد، فإن هذا الباب توقيفي. وكون اللفظ أو كون المعنى صحيح لا يدل على أنه يجوز أن يستخدم في هذا الموطن من العبادة. ومثل هذا ما أضيف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بقول من يقول اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فهذه زيادة في الصيغة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي الوقوف عند حدود النص. والعلماء عندما أنكروا هذه الزيادة لا ينكرون هذه الحقيقة وأنه سيد ولد آدم، بل إن من أنكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم فهو كافر، إذا عرف النص والحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم، فمن أنكر هذا فهو كافر بإجماع الأمة. لكن كون هذا المعنى يثبت، هل يصلح أن يكون هنا؟ ينبغي التنبؤ لهذه المسألة، والناس يدركون هذا في صلاتهم، ليس له الآن أن يحدث في الركوع وأن يأتي بما يقول في السجود أو بغيره، يدركون التوقيف في الصلاة لكنهم لا يدركون التوقيف في الذكر. من هذا أيضا ما أحدث في السنوات الأخيرة في السلام، وقول من يقول السلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، فأحدثوا في الصيغة كلمة تعالى، وهذه الكلمة انتشرت عند كثير من المسلمين ومن بعض الخطباء بعض الكتاب حتى من بعض طلاب العلم، فإن هذه صيغة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأخبر أن هذه الصيغة هي الكاملة ودونها من يسلم ويقول السلام عليكم ويقول السلام عليكم ورحمة الله، ثم أكمل الصيغ أن يقول وبركاته، ولم يذكر الصيغ فيها تعالى، وإن كان هذا المعنى صحيح، ولكن هذه صيغة تعبدية لا تجوز الزيادة فيها. وغدا يأتي من يسمي ويقول بسم الله تعالى، وأن نكبر نقول الله تعالى أكبر في الصلاة، والناس لا يتنبهون لخطورة البدع ويقولون هي مجرد كلمة، لكنه لا يزال الناس يحدثون من الكلام حتى لربما أفسدوا العبادة في هذه الزيادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم من نزه الله وعظمه وما أتى بهذه اللفظ، والصحابة من بعدهم أعظم من نزه الله عز وجل وعظمه ولم يأتوا بهذه اللفظ، فينبغي الوقوف عند حدود النص. وهذا لا يعني أن يذكر هذا في سياق الخبر، عندما نقول قال الله تعالى هذا باب الخبر،
وأما باب الذكر فهو باب تعبدي، ويجوز الإنسان أن يقول قال الله تعالى، قال جل وعلا، لأنه في باب الخبر. وأما في باب التعبد هذا باب توقيفي لا تجوز الزيادة فيه ولا النقص. كذلك مما أحدث الناس في هذا الباب أنهم أحيانا يأتي بعضهم بالأذكار المضاحقة، فإنه الذكر ينقسم إلى قسمين، إلى ذكر مضاحق وإلى مفرد. فالمضاحق مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلمات. فيأتي من يدخل هذه الصيغ في بعض الأذكار الأخرى التي لم تثبت، كأن يقول لا إله إلا الله عدد كذا. وأيضا مما أحدث ما يذكره بعض الخطباء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عدد كذا، كل هذه من الأمور المحدثة. وليس هناك أكمل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الصيغة الإبراهيمية المعروفة في الصلاة. وأجاز العلماء اختصار هذا للضرورة عندما يتكلم المتكلم فيقول صلى الله عليه وسلم، وأما ما عدا ذلك لا ينبغي الخروج عن الصيغ الثابتة في الصلاة والتي كان عليها السلف خيار الأمة ولم يحدث فيها ما حدث. فإذا هذا الباب باب توقيفي ينبغي الوقوف عند حدود النص. أيضا الذكر ينقسم باعتبار ما يقوم به من أعضاء البدن إلى الذكر القلبي، إلى ذكر القلب، وإلى ذكر اللسان. فذكر القلب هو ما يقوم بالقلب من الذكر، وذكر اللسان هو ما يقوم باللسان من الذكر. وقد دل الحديث القدسي على القسمين في قول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. اختلف العلماء في معنى قول الله عز وجل ذكرني في نفسي، فقيل أن معنى ذكرني في نفسي أي ذكرني في نفسي دون لفظ اللسان وهو ذكر القلب، وقيل معنى ذكرني في نفسي أي في غير ملأ منفردا. وعلى كل حال فاللفظ محتمل لهذا ولهذا، وباتفاق أهل العلم أن القلب له ذكر وهو ما يقوم في القلوب من تعظيم الله. وأما ذكر اللسان فهو ما قام باللسان من الألفاظ. وينبغي أن يتنبه إلى أن كل النصوص التي جاءت مقيدة بعض الثواب وما أعد الله عز وجل للذاكرين أنه يشمل ذكر اللسان والقلب، وهذا هو الصحيح عند أهل السنة أن الكلام والذكر والقول يشمل اللفظ والمعنى ولا يفرق بينهما إلا عند القيد، يعني يقال هذا ذكر في النفس. وأما إذا أطلق من ذكر الله كذا، من سبح الله كذا، من حمد الله كذا، فهذا يشمل عمل القلب وعمل اللسان. ثم إنه ينبغي أن يعرف أن القلب له أعمال في الذكر، فأول الأعمال هو الإخلاص. أول العمل في الذكر هو إخلاص القلب لله عز وجل. ومن عمل القلب في الذكر حضور القلب وأن يعقل ما يقول، يعني يقول سبحان الله وهو يعقل ما يقول، ويقول الحمد لله وهو يعقل ما يقول. والعقل وعدم العقل مرجعه إلى أمرين: إما إلى السهو والغفلة، اللسان يتحرك والقلب غافل، وإما أن يكون للجهل بالكلية بمعنى التسبيح والتحميد. فإذا كان من أهل العلم بالمعنى وحضور القلب فإنه يذكر الله بقلب متيقظ وهو يعقل ما يقول. والعمل الثالث من أعمال القلوب هو الخشوع، وهو غير العقل، فالعاقل يعقل ما يقول ويتدبر ما يقول
وأما الخشوع فهي مرحلة فوق العقل، وهو أن يستحضر عظمة الله عز وجل عند الذكر. ولهذا كان بعض السلف إذا ذكر الله يرى في وجهه في شدة تعظيمه لله عز وجل، وكان بعضهم إذا ذكر الله عز وجل يتصبب عرقا ويحمر وجهه. وهذا من أثر الذكر على القلب وعلى خشوعه. ثم اختلف العلماء في مسألة الخشوع، هل مبعثه إلى ذكر اللسان ثم يأتي الخشوع للقلب، أو أنه ينبعث من القلب فينطلق اللسان بالتشريع. والصحيح أنه يحصل هذا وهذا. فمثال ما مبعثه من القلب أن الإنسان عندما يتأمل في آيات الله الكونية أو في الأمور يحصل له تعظيم لله عز وجل فينطلق اللسان يقول سبحان الله، بعد أن وجد الخشوع والتعظيم في القلب. وأحيانا يبدأ تعظيم من اللسان لأن يبقى الرجل في مكانه يذكر الله ولا يزال اللسان يردد كلمات الذكر حتى يحصل له خشوع. وكلا الأمرين صحيح، والمهم هو تحقق الخشوع سواء سبق القلب أو اللسان. وأما عمل اللسان فهو أن يأتي بالألفاظ المشروع على نحو ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم تكلموا لدقة ضبطهم لهذا الباب في مسائل كثيرة في هذا الباب، فكان بعضهم يستحب الجهر بالذكر، وبعضهم يستحب الإسرار به، وبعضهم يستحب الجهر بلا إله إلا الله. والصحيح أن بهذا بحسب حال الرجل، فإن كان في مكان في مسجد إذا رفع الصوت يعني أضر بغيره فلا يرفع الصوت، وإن كان في مكان خالي ورفع الصوت فلا بأس. ولكن أيضا لا بد من التنبه إلى أنه عندما يقال عمل اللسان فإنه لا بد أن تخرج الحروف من مخارجها. وأما الذي لا يخرج الكلام والألفاظ والحروف من مخارجها فهو لا يذكر الله. كذلك في الصلاة فإن بعض الناس يقرأ بقلبه ولا يكاد يحرك شفتيه بالحروف، وإذا حركهما فهو لا يتم الحروف. ولهذا قال بعض أهل العلم إن الصلاة من لا يقرأ بلسانه ويخرج الحروف فإن صلاته غير صحيحة. ولكن هذا لا يعني الجهر، فهناك فرق بين إخراج الحروف والتلفظ وبين الجهر. الجهر هو رفع، وأما الكلام واللفظ فهو أن يخرج الحروف بالقدر الذي يعلم أنه قد حقق الحرف. وقال بعض أهل العلم بمقدار أن يسمع نفسه، وهذا لا يلزم، لكن المقصود هو أن يتحقق من خروج الحرف من مخرجه سواء من الحلق أو من اللسان أو من الشفتين يتيقن هذا. والوسوسة ممنوعة في هذا الباب، لأن بعض الناس لديه وسوسة تجد أنه يكاد يجهر أو يجهر أحيانا ظن منه أنه لم يتلفظ. فالأمر مبناه على الاتصال لا إفراط ولا تفريط. ثم إن أيضا للجوارح عمل وهو عقد التسبيح بالأنامل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. ولهذا يصح أن يقال أن الذكر يشترك فيه القلب واللسان والجوارح. وهناك صيغ كثيرة للناس في عقد التسبيح، والمهم هو الضبط، يعني ضبط العدد بحيث إذا ما أراد المئة لا ينقص ولا يزيد. وأخذ بعض أهل العلم من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه أن المشروع هو أن يسبح بيمينه ويعقد التسبيح بيمينه،
ولا يسبح بيسار. وذكر هذا بعض أهل العلم، وذكر الشيخ الألباني في تحقيقه لكلمة طيب لشيخ الإسلام. ثم إن الذكر أيضا يتنوع باعتبارات أخرى، باعتبار المطلق منه المقيد، فإن من الأذكار ما هو مقيد منها ما هو مطلق، والمقيد له أنواع كثيرة، فمنها ما هو مقيد بعبادة أخرى كالصلاة فيها أذكار مقيدة، وكل ذكر مقيد بموطن من الصلاة، فللركوع ذكر، وللسجود ذكر، وللاستفتاح ذكر، وللتشهد ذكر، وللتسليم ذكر، وكذلك بعض العبادات الأخرى أيضا مقيدة بأذكار أخرى تناسبها، كالحج ففيه التلبية وهو ذكر الحج، وكذلك ما يسرع بعد الحج من الذكر وبعد رمضان في العيدين. ومن الأذكار ما هو مقيد بزمن، فهناك أذكار للصباح وأذكار للمساء، ومنها ما هو مقيد بمكان كالذكر عند الصفا وعند المروة وعند تقليل الحجر وعند استلام الركن اليماني. ومن الأذكار ما هو مقيد بحال كحال النوم وكحال إتيان الرجل لأهله وكحال الآكل والشارب داخل المسجد والخارج منه وداخل الخلاء والخارج منه. وهناك أيضا أذكار للأحوال العامة كعند رؤية الذكر عند رؤية الهلال أو تجدد بعض الأحوال كالأذكار عند اللباس وعند تجدد النعم أو عند رؤية ما يعجب الإنسان يبرك عليه، فهذه الأذكار كلها مقيدة بهذه الأحوال، وينبغي أن تلتزم في هذه الأحوال وفي هذه الأوقات والأزمان. ومن الذكر ما هو مطلق، يأتي الترغيب في الذكر مطلقا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله بحمده بُرِزَتْ له نقرة في الجنة، وقال: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، إلى غير ذلك من الأذكار. هذه مطلقة تقال في كل وقت، وينبغي التنبه في هذا الباب التزام السنة في عدم إطلاق المقيد أو عدم تقييد المطلق، هذه السنة. وهذا باب عظيم دخل فيه بعض الناس في بعض صور البدع، وهي البدع الإضافية. وقد تقدم أن البدع الإضافية هي ما تفتقر إلى المشروعية في كيفية العبادة، فإن الأصل مشروع ولكن الكيفية غير مشروعة. مثال ذلك الذكر سبحان الله أو الحمد لله هو مشروع، لكن إذا قيد بوقت لم يرد في الشرع فهنا خرج القيد، خرج القيد هذه العبادة عن أصله أو أن يطلق المقيد. فلا بد من التنبه هذا الباب، وأن يؤتى بالأذكار على نحو ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، المطلق على إطلاقه، لا يلتزمه في وقت ولا في حال ولا يقيده بعدد، لأن التقييد يكون أيضا بأحوال كثيرة، إما أن يقيده بعدد وإما أن يقيده بحال، فيخرج هذا القيد هذه العبادة عن أصلها. مثل الآن الذين يلتزمون قراءة الفاتحة في بعض المواطن المخصوصة عند زيارة القبور يقرؤون الفاتحة، قراءة الفاتحة مشروعة في كل وقت وفي كل حين، لكن عندما تقيد هذه القراءة بزيارة القبر هنا دخلت البدعة الإضافية. أو عندما يذكر بعض الأموات يقول: من يقول الفاتحة على روح فلان، هذه بدعة محدثة. أو عند الدعاء يختمون الدعاء بالفاتحة
أو عند عقد العقود يقرؤون الفاتحة، أو عند عقد النكاح يقرؤون الفاتحة، كل هذه من البدع الإضافية. الفاتحة تقرأ في كل وقت وفي كل حين، لكن عندما تقيد في حال مخصوصة هنا خرج هذا القيد، خرج هذا القيد هذه العبادة عن أصلها. فينبغي التنبه لهذا الباب. ثم أيضا هناك أحكام متعلقة بالأذكار ينبغي التنبه لها. وقبل هذه الأحكام منزلة الذكر في دين الله عز وجل، فإن العلماء اختلفوا في المفاضلة بين الذكر وبين غيره من أعمال البر والأخرى، وتكاد أقوال السلف والمحققين من أهل العلم تنحصر في أن أفضل الأعمال بعد الواجبات هي الجهاد في سبيل الله وطلب العلم والذكر. ثم يتنازع العلماء في هذه المسائل الثلاث، فمنهم من يفضل الجهاد، ومنهم من يفضل الذكر، ومنهم من يفضل طلب العلم. والنزاع معروف ومشهور عند أهل العلم، ولكن المقصود هنا هو الخط أو معرفة قدر الذكر في دين الله عز وجل، وأن من أهل العلم قال إنه أفضل الأعمال بعد الواجبات، بل إن من الذكر ما هو من الواجبات كالأذكار التي تكون في الصلاة، كذلك في الأذان وفي غيره من الأذكار الواجبة، والتسمية عند الأكل وعند الذبيحة. ثم إن هناك بعض الأحكام المتعلقة بهذا الباب، منها حكم الذكر من غير طهارة، يعني هل يجوز للمسلم أن يذكر الله من غير طهارة؟ اتفق العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن عند وجود الحدث الأكبر، وأما الذكر فإنهم اتفقوا على أنه يجوز للذاكر أن يذكر الله مع وجود الحدثين الأكبر والأصغر، وأن من ذكر الله عند حدثه فإنه لا يأثم. ثم اختلفوا في هل يكره الذكر عند الحدث أم لا، وأكثر الخلاف في الحدث الأكبر، فكره بعض أهل العلم الذكر عند وجود الحدث الأكبر ولم يكرهه بعضه، واستدل من استدل بجوازه ومشروعيته بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الله في كل أحواله ولم يقيد بحال دون حال. وعلى هذا فثمرة الخلاف أنه عند وجود الحدث الأكبر هل الذكر يشرع فيكون مما يستحب للإنسان، أو أنه لا يشرع ويكون مكروها، لكنه إن ذكر الله لا يقال أنه وقع في إثم وفي معصية. والذي يظهر والله أعلم أنه لا يمنع المسلم من ذكر الله عز وجل عند وجود الحدث، لأنه ليس هناك نص صريح في هذا، وإنما تمسك من تمسك به أن هذا فيه تعظيم لله عز وجل، والمسلم في حال الحدث فإنه ليس بنجس، وذكره لله عز وجل هو من تعظيمه لله وليس في هذا تنقص لله. ومما استدل به بعض أهل العلم على جواز الذكر في كل حال أن المتطهر أو أن صاحب الحدث إذا أراد أن يتطهر فإنه يسرع له أن يسمي الله، وعلى القول بأنه لا يسرع له الذكر عند الحدث لا يسرع له التسمية عند وجود الحدث، وهذا ما قال به أحد من أهل العلم، فهذا مما يدل على أن الذكر جائز، ولكن يتجنب القراءة قراءة القرآن أو الأذكار
التي إذا ذكرها ربما اشتملت على آية، وإن كان بعض أهل العلم يقول إن ذكرها على أنها ذكر فإنه ذاكر وليس بفاعل للقرآن. ثم اختلف العلماء أيضا في مسألة قضاء الذكر والورد الذي كان يداوم عليها المسلم، هل يشرع له أن يقضيه أم لا؟ فاستحب بعض أهل العلم قضاء الذكر والورد في كل وقت، ومنع من هذا بعض أهل العلم، ومنهم من فصل فقال إن الأذكار التي هي مقيدة بأحوال تفوت مثل متابعة المؤذن ومثل رؤية الهلال ومثل الذكر عند الجماع أو الذكر عند الدخول للخلاء أو الخروج منه فإنه لا يشرع له أن يقضيه، وهذا الذي عليه أهل العلم وهو المعروف المقرر عنده. وأما الأذكار التي ليست مقيدة بأحوال تفوت وإنما هي مقيدة بزمن كذكر الصباح والمساء فاستحب بعض أهل العلم أن يقضيها. ذكر هذا الإمام النووي قال يستحب له القضاء حتى لا تتعود النفس الكسل وترك العمل. والذي يظهر أن في المسألة التفصيل يرجع إلى ذكر الليل وإلى ورد الليل، وهذا منصوص عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن ورده أو نسيه فقضاه ما بين الفجر إلى الظهر فكأنما قرأه من الليل. فالذي يظهر أن الذكر من الليل والأوراد التي تكون في الليل لو نام عنها ونسيها أنه يشرع له أن يقضيها في هذا الوقت الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا منصوص عليه. ويبقى بعد ذلك قضاء الأذكار في غير هذا المقام مثل أذكار الصباح والمساء. وعلى كل حال فالأمر مرجعه إلى الاجتهاد وإلى نظر أهل العلم إلى عموم الأدلة للمحافظة على الخير وأن ما فات يقضى. والخلاف أيضا مشهور بين أهل العلم في قضاء السنن، وقد ورد النص في قضاء بعضها كراتبة الفجر وكذلك بعض الرواتب الأخرى، فالخلاف مشهور عند أهل العلم. ولا بأس لمن ترجح له أحد هذه الأقوال أن يعمل به ولا يسنع على أحد المجتهدين في هذا الباب. ثم إنه أيضا ينبغي التنبه لبعض ما أحدث في هذا الباب من البدع التي أحدثها الناس ونص بعض أهل العلم عليها، ومنها وجود بعض الأحوال التي يزعم من يزعم أنه إذا ذكر الله تنتابه هذه الأحوال، فيزعم من يزعم أنه يغشى عليه عند الذكر، ويزعم من يزعم أنه يطرب عند الذكر ولا يدري ما يقول، حتى إن بعضهم يقول أنه يذهب عقله ويفنى لله عز وجل ويبقى أياما وليالي لا يخرج لجمعة ولا لجماعة يقال أنه في حضرة. هذا كله باطل، هذا من تلبيس الشيطان. فأعظم من ذكر الله هو النبي صلى الله عليه وسلم، وما حبسه الذكر وما ذهب بعقله عن واجب من الواجبات. وكذلك مما أحدث في هذا الباب التمايل عند الذكر كما يفعله بعض من يظن أن هذا من الذكر، تمايل أو تحريك بعض الأعضاء عند الذكر، فإن هذا مما نص بعض العلماء المحققين على أنه من البدع المحدث. ثم إن أيضا من الأمور التي تكلم الناس فيها قديما وحديثا ذكر الله بالمسبحة، وهل هذا من المشروع أم لا؟ وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم قديما وحديثا. فمنهم من يجيز التسبيح بالمسبحة لمن احتاج إليها واحتاج إلى عد التسبيح، ومنهم من يمنع من ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخدم المسبحة. والنزاع معروف عند أهل العلم قديما وحديثا.
وهذا إذا خلت هذه المسبحة من بعض الأمور المخالفة كما ذكر هذا الشيخ الإسلام، مثل تعليق المسبحة مراعاة للناس، أو أن يقال سبحة فلان بلغت كذا، سبحة فلان بلغت كذا، فهذا مما يدخل في الرياء. ولا شك أن لزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أو أن يعقد التسبيح بيده فهذا أولى وأحسن. وعلى هذا فمن ظن أن السبحة هي أفضل من التسبيح وعقده بسم الأنامل فهذا مخطئ، ويخشى عليه أن يدخل في البدع. وأما من أقر بضعفه وأن عقد التسبيح بيده أفضل ولكنه يقول أضعف، فهذا لا يحرج عليه. ثم إنه من الأمور الملاحظة على بعض من يسبحون بالسبحة أنهم يستعينون بها على الغفلة، لأن بعض الناس يقول أنا لا أستطيع أن أعقد التسبيح بيدي، فتجد أنه يحرك السبحة حتى ويتحدث مع الناس ويسهو ويغفل، وأحيانا ينام السبحة في يده، فهذه مما استعان بها على الغفلة. ولعل من الحكمة في التسبيح باليد أن الإنسان لا يغفل، لأنه لو غفل يسيرا نسي العدد، فيكون التسبيح باليد مما يعين على حضور القلب وعلى الخشوع. وأيضا كلما الإنسان يعني اجتهد في العبادة وكان له جهد فيها ليس كالذي له ذلك الجهد، فالذي يسبح ويعقد التسبيح بأنامله أنه مستحضر لما يقول. ثم أيضا هذه الأنامل تشهد يوم القيامة وهي معه في القبر بخلاف السبحة، ولهذا ينبغي لأهل الفضل والذين ارتفع اهتمامهم إلى كمال المتابعة أن يتأثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء حتى في تسبيحه في يده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قادر أن يستخدم السبحة، والفرج كان موجود في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ما استخد السبحة، وما أرشد أصحابه إلى أن يعد التسبيح لشيء غير ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الإنسان يتدرب ويتعود، فإنه لا يتيسر له في كل وقت سبحة أو شيء من الوسائل الآن المحدثة، وأما يده فهي مصاحبة له، فينبغي التأكد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وأيضا ينبغي عدم التشديد على من قال بالقول الآخر، وأن لا تكون هذه المسألة محل نزاع ومحل أيضا تهاجر وتقاطع بين المسلمين. إذا يعني أخذ ببعض هذه الأقوال من أخذ به من أهل العلم فإنه لا يحرج عليه، ولكن الكمال والأفضل هو التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله التوفيق للجميع. وهذا الحديث وآخر الأحاديث من هذه المجموعة، ولعلنا نستكمل أيضا دروسنا إن شاء الله بالتنبيه على بعض المسائل المهمة مما يتعلق ببعض الأبواب من العقيدة والأداب والأخلاق والمعاملات، ونكون إن شاء الله التنبيه على هذه المسائل في بداية كل درس، ثم بعد ذلك يكون المجال مفتوح للأسئلة كما تعودنا عليه. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولذريته ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. يقول السائل بارك الله فيكم، رجل قضى حجه ثم اعتمر من التنعيم، ثم تبين له أنه أدى طواف الإفاضة وهو على جنابه، فأعاد طواف الإفاضة فيسأل يقول هل تصح عمرته، وما حكم الصلوات التي أداها وهو لا يعلم بالجنابة؟ الطواف إذا أداه إن شاء الله صحيح، والعمرة إذا أدى أركانها وهي الطواف والسعي وقبل ذلك الإحرام، ثم أيضا قصر أو حلق قد أدى هذه العمرة، وإن نقص منها فإن هذا نقص العمرة. وأما الحج فإنه صحيح إذا طاف طواف الإفاضة بعد أن تبين له أنه طاف على جنابه. وأما الصلوات فيقضيها إذا عرف أنه صلى صلاة بغير طهارة، فعليه أن يقضي ما فاته من الصلوات.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هل تجوز التجارة في الهاتف الذي يحتوي على آلة التصوير؟ هذا كما تقدم يرجع فيه إلى استخدام الناس، فإذا كانت هذه الآلة تستخدم في الخير فلا يمنع منها، وإذا كانت تستخدم في غير الخير تعانوا بها على الشر فلا يمنع من ذلك. ولا شك أن أكثر الناس اليوم في استخدام هذه الأجهزة قد لا يحسنون استخدامها، الذي يترك هذه الأمور عن تورع هذا أولى وأحسن. ولكن القطع بأن هذا الجهاز لذاته وبيعه في كل صورة في كل حال أنه محرم، القطع به صعب، لأنه قد يستخدم هذه الأجهزة من يستخدمها استخداما صحيحا. وأخطر ما يكون أن تعلق الأحكام على بعض الأحوال التي يتوهمها بعض الناس وهي ليست لازمة لكل الصور. هذه مسألة مهمة، فلا تنزل الأحكام إلا على الأوصاف الشرعية المنضبطة، لأنه قد يأتي على الناس زمن تتغير الأحوال والظروف، وقد يأتي في هذا العصر من يستخدم هذه الأجهزة استخداما صحيحا، فلا ينبغي أن ينزل الحكم إلا على الأوصاف الشرعية، فيرجع إلى استخدام الناس. إن كان الاستخدام للجهاز صحيح فبيعه صحيح، وإن كان الاستخدام محرم فبيعه محرم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز الاجتماع لقيام الليل في ليالي غير رمضان؟ وهل يجوز الاجتماع في ليالي معينة لأجل قيام الليل في كل أسبوع؟ إذا كان بغير قصد التعبد في الاجتماع في غير رمضان، كان يعني يجتمع ناس على سبيل العادة فيأمهم أحدهم ويصلون خلفه فلا بأس بهذا. وأما إن ظنوا أن الاجتماع مشروع كما أنه يشرع الاجتماع صلاة التراويح في رمضان فهذا خطأ، فهذا الأمر لم يأتي الشرع ما يمنع منه أو ما يرغب فيه في غير رمضان، فمن فعله لا بأس ومن تركه فلا بأس. وهذا أيضا بشروط وأحوال، وهو البعد يعني عن إظهار العمل إذا كان يخطى الإنسان على نفسه الرياء، وأما إن كان يرى أن فيه نشاط له ولغيره هذا عون على الخير إنه لا بأس بهذا إذا كان يعني بهذا الخطأ. وأما تخصيص يوما معينا يقومون فيه فهذا خطأ، تخصيص يحتاج إلى دليل، ولا يخصص بعض الأيام وبعض الليالي إلا بدليل يخصص يعني هذا الوقت لهذا العمل. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم إقامة أكثر من جماعة في المسجد؟ لا يجوز إقامة أكثر من جماعة في مسجد في حال واحد في وقت واحد. وأما إذا انقضت الجماعة الأولى وسلم الإمام ثم دخل من أراد الصلاة ولم يدرك الجماعة واجتمع معه من يصلون جماعة فلا بأس بهذا، فهذا هو المقصود يعني من أنه لا يجتمع في المسجد جماعتان يعني في وقت واحد. وأما إذا فرغت الجماعة الأولى فلا بأس أن تعقد الجماعة الثانية، وهذا أيضا بحسب الاستطاعة والقدرة في المساجد المعروفة. أما في مثل هذا المسجد في المسجد الحرام فإن الذي لربما يدخل من الأبواب الشرقية أو الغربية يحتاج أن ينظر يعني لفترة طويلة، ولربما مضى يعني ما يقرب من النصف ساعة أو أكثر في البحث أنه ليس في هذا المسجد جماعة ليصف، لكنه إذا نظر في الجهة التي دخل منها وتبين أنه ليس هناك جماعة فلا بأس، أو إذا عرف أيضا أن هناك جماعة لا بأس أن يقصدها. أما إن لم يعرف وأقام الجماعة ودخل أناس من باب آخر ولم يتنبأ وأقاموا جماعة إنهم لا يؤخذون بهذا. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما صفة رفع السبابة في التشهد؟ وردت حقيقة في الحديث ورد أنه كان يشير بالسبابة، اختلف العلماء في معنى الإشارة، فمنهم من قال أيضا أولا الاختلاف في موطنها، منهم من قال أنه يشير بالتشهد، ومنهم من قال يشير عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، ومنهم من قال يشير عند الدعاء، واختلفوا أيضا في صفة الإشارة، فمنهم من قال يحركها تحريكا خفيفا مع إقامتها،
ومنهم من قال يعقدها ويضبطها، ومنهم من قال يحركها ويحلق بها. وهذه الصيغ قال بها بعض أهل العلم، وخلافه مشهور عند أهل العلم. ومن أراد ضبط يعني هذه المسألة وغيرها يرجع إلى كلام المحققين، وإذا تبين له شيء وأن الدليل قد دل عليه وأنه أقرب إلى الحق فيأخذ به. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز حلق جزء من شعر الرأس؟ ما ينبغي، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلق بعض الرأس، قال اقصوه كله واتركوه كله. فيجوز له أن يترك شعر الرأس كاملا أو أن يقصه كله أو أن يقصر منه، إما أن يحلق وإما أن يقصر وإما أن يترك. وأما أن يقص بعض الرأس ويترك بعضه فهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويزيد الأمر يعني مخالفة أن يكون هذا الحلق في تشبه الكفار، وبما يسمى بالقصار التي أحدثها من أحدثها من للأسف من أبناء المسلمين تشبه بالكفار وبأهل الفسق من أهل المجون وغيره، فهذا محرم، والحرمة في هذا أشد لمن فعل هذا عن غير تشبه. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم إطالة شعر الرأس إذا قصد به الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ينبغي أن ينظر في هذه المسألة، هل إطالة النبي صلى الله عليه وسلم شعره من السنة أم أنها من العادة؟ وهذه المسألة معروفة عند أهل العلم، تكلم العلماء فيها في كثير من الأمور التي الآن يتكلم الناس فيها ويقولون هي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مثل عمامة النبي صلى الله عليه وسلم ومثل شعره ومثل بعض أحواله، فإن بعض هذه الأمور هي من العادة وليست من العبادة. وهذا هو الذي يظهر، إن إطالة النبي صلى الله عليه وسلم في شعره ليست من السنة، وإنما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بحكم عادته. ولا ينبغي حقيقة التشديد في هذه المسألة ودعوى أن من قص شعره أنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يستدل به البعض من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج فيما هم التحليق، وأن الصحابة كرهوا هذا كما قال عمر لصبير لو لما كشف رأسه قال: لو رأيته محلوقا لقطعت الذي فيه عيناك، يعني رأسه. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج قال فيما هم تحليق، ولم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم صفة الخوارج هي فيما التحليق فقط، وإنما ذكر صفاتهم أنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، وأنهم يفتون في دين الله ولهم صفة. ولكن هذا لا يعني أن هذه الصفة هي صفة مذمومة من كل وجه، ولهذا لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره التحليق، بل رفض فيه في الحج وقال: اللهم ارحم المحلقين. وهذا مما يدل على أن التحليق أنه ليس فيه خلاف للسنة، وأن إطالة الشعر أو قصه أنه ليس من السنة إلا في المواطن التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم كالتحليق في النسك، فمن حلق رأسه عند النسك فهو مصيب للسنة. وأما حلق الرأس في غير النسك بقصد إصابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم المحلقين هذا خطأ، يظن البعض أن التحليق سنة دائما وأنه يحلق شعره دائما وأنه من السنة، فهذا خطأ. وأشد من هذا وهو ما أحدثه بعض أهل البدع عند التوبة، فإنهم أحدثوا أن من توبة الرجل إذا تاب أن يحلق رأسه، وذكر الشيخ الإسلام هذا من البدع، فإنه لا يشرع للتائب أن يحلق رأسه ولا أن يحرق ملابسه ولا أن يتجرد من ملابسه يشتري غيرها أو أن ينقل من بيته، وإنما يشرع له الهجرة إذا كان في بلد أو في مكان أو في مجتمع فيه معاصي ورأى الهجرة لغير ذلك المكان وأن في ذلك له عون على الطاعة فله ذلك. بارك الله فيكم. يقول السائل: في بلدنا إذا مات شخص يعلنون في التلفاز أنه مات فلان ابن فلان، و يذكرون يريدون صورته، هل يجوز هذا
هذا فيه تفصيل، فإذا أريد بذلك المعي فهذا لا يجوز، وإذا أريد بذلك الخبر كما يحصل الآن من موت الوجهاء والرؤساء والعلماء وأهل الرئاسة في الناس، يعلن هذا من أجل أن يعرف الناس موته وأن يقوموا بواجبهم وأن يعني تؤدى الحقوق في هذا، فهذا لا بأس به كما هو حاصل الآن في كثير من المجتمعات في هذه البلاد وفي غيرها، يعلن يعني موت بعض العلماء وبعض الوجهاء من أجل أن يقوم الناس بواجب التشييع وما يتعلق بذلك، لأن الناس يهتمون بهؤلاء، وهذا أمر مشروع. وأما إذا إراد به النعي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يطاف بالأسواق وقال مات فلان إلى فلان وتذكر بعض محاسنه، فإن هذا من البدع المحدث. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم الإسلام في جمع مال لشراء طعام من خرفان وغيرها وإرسالها إلى صديق نزلت به مصيبة الموت تحت مسمى حق الزمالة والمجورة؟ هل هناك ضابط للمال يعني كثرة المحلة؟ إذا كانوا يلتزمون هذه الحال أن كل من مرض يجمع هذا المال ويشترى ما يشترى ويرسل إليه، فهذه من البدع المحدثة، لأنه تخصيص هذه الحالة بهذا العمل وهذا غير مشروع. وأما إذا كان من غير تخصيص مثل رجل له فضل ومكانة وأرسل إليه في مرض ما يحتاج إليه قد يفد إليه الناس ويطعمهم، فأرسل إليه بعض ما يحتاج إليه عند مرض، هذا لا بأس به. لكن إذا خصص وأن كل من مرض أنه يفعل له هذا، فهذا لا شك أنه من البدع المحدثة، إن المشروع هي الزيارة، زيارة المريض والدعاء له. بارك الله فيكم. يقول السائل: توفي والدي وترك بيتا كبيرا، إلا أن الزوجة الأولى وأبنائها رفضوا التكلم عن تقسيم التركة، وبقي الأمر على هذا الحال لأني فضلت عدم اللجوء للمحكمة، وكلما حاولت الاتصال بهم من أجل صلة الرحم لا أجد صدرا رحبا، بل عندما أحاول الاتصال بالهاتف لا يجيب أحد إخوتي عند رؤية رقم هاتفي، هل صلة الرحم في هذه الحالة واجبة؟ نعم، صلة الرحم واجبة، وإن قصر الرحم وإن منع الحقوق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المواصل بالمكافئ، لأن صلة الرحم ليست مكافأة إذا واصل الرحم نصله وإذا قطع نقطعه، إنما هو حق للرحم شرعه الله عز وجل، فمن أداه فله الأجر ومن قصر فيه فعليه الإثم. فالمشروع هو صلة الرحم، وهذا الأمر ينبغي أن يستوفى بالطرق الشرعية، وأن يذكر هؤلاء بهذا الأمر، وأن تجمع التركة وتقسم على الورثة، هذا هو المشروع. وإن عفى بعضهم عن بعض فهذا طيب، وأما أن يكون بقاء هذا الحال لا تقسم التركة ولا يحصل العفو ويوجد التقاطع بين الأرحام، هذا يعني أمر كبير، ومن قطع الرحم للدنيا فهو آثم، ولكن يجب عليه أن يصل أرحامه، ومن الصلة أن يناصحهم في تأدية الحقوق، لأنه حتى لو عفى هو غيره لا يعفو، فمن المناصرة للمسلم ولأخيه أن يمنعه من الظلم كما وجه لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز للجنود أن يتيمم بالليل من أجل صلاة بعض النوافل ثم يغتسل لصلاة الفجر؟ لا، ليس له أن يتيمم مع وجود الماء وعدم التضرر به، وإنما المتيمم هو من لم يجد الماء، ولا يستبيح الصلاة النافلة ولا القراءة بالتيمم مع وجود الماء، وإنما المشروع إن ضعف عن الغسل أو عرض له عارض أن يتوضأ كما أرشد لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يتوضأ ثم ينام على حاله وهو جنب، ولو اغتسل أفضل، لكنه هو له ثلاثة أحوال: الحالة الأولى هي حال الكمال، وهو أن يتطهر من الحدثين وينام على طهارة. الحالة الثانية أن يتوضأ وضوءه للحدث الأصغر وينام، أو لا ينام، على كل حال الأمر يعني في تأخير الغسل إلى أن يأتي الوقت الوجوب أو
فله أن يبقى على بعد الوضوء. الحالة الثالثة وهو أن لا يحصل هذا ولا هذا، فيجوز له أن يبقى، لكن إذا ما دخل وقت الصلاة وجب عليه الغسل، ولا يجوز له أن يتيمم قبل ذلك ويستبيح لذلك الصلاة النافلة والقراءة، كما أنه لا يشرع له التيمم أيضا بدعوى أن هذا يقوم مقام الوضوء، لأن الوضوء غير التيمم. لهذا قال بعض أهل العلم الحكمة من هذا أنه إذا توضأ فإنه ينشط للغسل، فيسرع في الوضوء ثم يحصل له العزم على الغسل فيغسل. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز أن أذكر الله عز وجل بالقراءة من الكتاب؟ يجوز، ولكن الأول هو الحفظ، لأن الكتاب لا يبقى مع الإنسان، وأما إذا كان يقرأ من الكتاب وهو يعقل ما يقول هذا جائز. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز استعمال بعض الآيات القرآنية دعاء في المواطن والأحوال التي تناسب تلك الآيات، كمن يدعو للفهم ويقول أفهمناها سليمان الآية؟ لا، مواطن الدعاء يدعى فيها بما ورد في القرآن: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا ثابت لأنه دعاء مأثور ودعاء في كتاب الله عز وجل. وأما الخبر الذي يرد في القرآن فإنه لا ينتزع منه يعني صيغة للدعاء إلا ما يعني يرد، يعني كما يقال: اللهم كما ألمت الحديد لداود ألم قلوبنا، أو كذا أو غيرها، فهذا لا بأس به، أو كما وفقت يعني فلانا، أو كما رزقت فلانا الحكمة علمنا وفهمنا، هذا لا بأس به. وإن كان الأولى هو الاقتصار على الأذكار وعلى الصيغ الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هناك ما هو أفضل منه. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز عند تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقال بين صلى الله عليه وسلم كذا؟ هل مقصود التفسير والحكاية بلغة بلغة أخرى؟ نعم، ترجم المعاني معاني السنة، ولكن لا يقال هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو ترجمة بمعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو ما تلفظ به باللغة العربية، وأما نقل الحديث إلى لغة أخرى بالمعنى فهذا ليس هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو ترجمة بمعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الذي يروي بالمعنى لا يقول هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقول هو معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. يقول: هل يجوز تفسير معنى الله أكبر بأن نقول الله هو الأعظم عند الترجمة من العربية إلى غيرها؟ هل يجوز بعد كتابة هذه الكلمة بغير العربية أن زيادة قولنا من أي شيء آخر؟ هذا غير صحيح، لأن الله أكبر غير الله أعظم. ومن هنا ينبغي التنبه للمترجمين الذين يترجمون أن يتنبهوا إلى مدلولات الألفاظ. ولهذا اشترط العلماء للترجمة ثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون المترجم متمكنا من اللغة المنقول منها، وأن يكون الشرط الثاني متمكنا للغة الناقل إليها، والأمر الثالث أن يكون متمكنا من العلم الذي يترجمه، مثل أن يترجم الآيات والصفات لابد أن يكون متمكنا من معرفة عقيدة أهل السنة في بعض الصفات. كم حصل أوهام بسبب بعض المترجمين الذين لم يدرسوا هذا الباب، وكذلك في المسائل الأخرى التي تتطلب أن يعرف مصطلحات العلم مصطلحات الفن، وإلا لربما حصلت أوهام عند بعض من يترجمون وهم لا يحسنون هذه الأبواب من العلم. فلا تجوز الترجمة يعني لهذه الألفاظ. وكذلك أسماء الله ذكر الإمام ابن القيم أنه لا يصح ترجمتها، وحتى ذكر معانيها في اللغة العربية إنما هو تقريب للمعنى. والمسلمون اليوم لا يعجزون بحمد الله أن يقولوا الله، بل لا تصح صلاته إلا بالتكبير. فلو لم يعرف من أسماء الله إلا الله
ويقول يا الله ويدعو به خير له من أن تترجم له بعض الأسماء الأخرى، ولا ربما يحصل الأوهام والأخطاء يعني في الترجمة. بارك الله فيكم. يقول السائل: التحصن هل هو من باب الذكر أم من باب الدعاء؟ هل هناك أذكار خاصة بالتحصن في دون جزاك الله خيرا؟ التحصن هو من هو فعل، التحصن فعل، وقد يكون بالقراءة، قد يكون بالدعاء، وقد يكون بالذكر، أو أن يحصن نفسه بقراءة القرآن أو الأذكار الحافظة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا وقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء. وكقول أيضا في أذكار الصباح: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. كل هذا من الأذكار الحافظة، وكذلك من القراءة الحافظة قراءة المعوذات المعوذتين، وكذلك الفاتحة. ومن الأدعية الحافظة يعني ما سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأدعية، الله كقوله: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، هذه كلها من الأدعية الحافظة. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.